يحكى أن إبليس حب يعزل من السكن القديم بتاعه اللي ساكن فيه هو وعياله الأباليس الصغيرين. عيل من عياله الأباليس شاف خيمة فقال مش هفارق المكان إلا لما أعمل فيهم عمايل وأسيب بصمتي الشيطانية. راح على الخيمة فلقى بقرة مربوطة بوتد ولقى ست قاعدة بتحلب البقرة، فأما حرك الوتد فخافت البقرة وهاجت فاتقلب الحليب على الأرض، فغضبت المرأة ودفعت البقرة بعزم ما فيها فوقعت البقرة وماتت. جه زوجها شاف البقرة فطلق مراته وضربها، فجاء أهلها وضربوه، فجت عيلته واتخانقوا واتقتلوا. تعجب إبليس الكبير وسأل ابنه أنت عملت إيه؟ قال له مفيش، حركت الوتد. وده اللي ناس كتير بتعمله، وهكذا يظن الأغلب من الناس أنهم لا يفعلون شيئا وهم لا يعلمون أن بضع كلمات، فقط بضع كلمات بالأذن تسمى وشاية، تقلب الحال رأسا على عقب، تسبب الخلاف وتشعل المشاكل وتقطع الأرحام وتشحن الأجواء وتخطف الفرحة وتقضي على البهجة وتكسر القلوب، ثم يظن الفاعل أنه لم يفعل شيئا، فقط يحركون الوتد ومش عارف هيستفادوا إيه لما يكسروا اللي قصادهم، لما يعروه من القوة والابتسامة اللي هو ساتر بيها ضعفه. سيبوا اللي ساب شغله واللي اتطلقت واللي خلفت بنات واللي جوزها بيخونها ومكملة واللي ما بيحبوش بعض ومكملين واللي بيضحك من همه واللي أمه ماتت وخرج واللي جوزها مات ولبست ملون. سيبوهم في حالهم من غير ما توجعوهم، هم مش ناقصين. سيبوا كل واحد عارف إنه ناقصه حاجة بالرغم من كده متداري في ابتسامة، سيبوه ما تاخدوهاش منه. خلونا نسيب كل واحد في حاله، بلاش نكسر بعض، بلاش نخلي حد مخبي دموعه يبكي قصادنا، بلاش كل واحد فينا عارف ايه اللي ناقصه وايه اللي عايزه وايه اللي رفضه وايه اللي نفسه فيه، مش لازم يبقى احنا نقولها له. بلاش نشيل غلاف انا تمام من على بعض، ملهاش اي لازمة والله، كلمتين ونص. لو مش عارف تكون سند وقوة لحد يبقى على الاقل ما تكونش ضعفه وكسرته ووجعه. ارجوك ما تحركش الوتد. أسامة آسف.